وإياكم مع الزميل يوسف أمناف وياي. مناف الموسوي، لك الصوت والصورة. شكرا لك يا زميلي علي، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في المشهد الثالث من مشاهد برنامج بتوقيت القشلة. كل من يأتي إلى شارع المتنبي يود الظفر بهدية أو ذكرى يعود بها إلى الحبيبة أو الصديقة أو العائلة. ربما الجميع يشتري من الأماكن التي تبيع الأعمال اليدوية وهي كثيرة في شارع المتنبي. ربما موضوعنا اليوم يحمل جنبات اثنين، الجمالية وأيضا هنالك رسالة مجتمعية ثقافية من خلال الأعمال اليدوية، سنتعرف عليها مع شهد. شهد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. هذه يعني مهنة الأعمال اليدوية تعتمد مهارة اليد أم خامة المنتج؟ تحدثينا عن هذه المهنة. طبعا هي تعتمد على فكر الواحد، احنا هنا هاي كلها صناعة يدوية، تصميمنا احنا يعني لازم واحد شوية يحاول يكون بناء وخلاق، لأنه تدري البضاعة الصينية موجودة كلها متشابهة، بس انت من راح تقتني قطعة صناعة يدوية حتكون انت مفرد بيها، فلذلك احنا انتهينا هاي المهنة، لأنه روادنا ناس راقية وتعرف انه لازم تكون مفردة بالقطعة الموجودة عندها. نعم، التفرد والتميز عنوان مهنتكم. ايضا المهاره، مهاره اليد لها دور في الصناعه؟ طبعا اكيد، طبعا المهاره كلش مهمه، يعني لازم لا سيم طالع لا خيط مبين، هاي كلها تحتاج مهاره ودقه بالعمل. كل ما كانت القطعه دقيقه وعملها جيد راح تكون رغابيها اكثر. أعزائي المشاهدين، أيضا هنالك جانب الكثير من الشباب يتعكز على موضوع التعيين في الحكومة، ولكن البعض الآخر يدير دفة الحياة بشكل مختلف ويشق طريقه بنفسه، مثل ما شاهدنا ويا شهد والكثيرين في شارع المتنبي من خلال مشاريع صغيرة ومشروع الأعمال اليدوية، ربما يكون مشروع مربح يدر المال أو بداية انطلاقه لمشاريع أخرى. فشنو تقولين للشباب أنه يكونون يعني لهم مشروعهم الخاص من خلال موهبتهم؟ أول شيء طبعاً إحنا بدينا بشيء كلش بسيط، بدينا بمبلغ كلش بسيط وبعدين شوية شوية تطور عملنا. هناك منظمات ساعدتنا وناس ساعدونا في هذا العمل، ناس جابونا مواد وحاولوا يساعدونا، هذا كله يساعد إنه تقدر تبني هالشيء وتصير يعني عندك ربح حتى لو كان شيء بسيط. المهم انت، نعم، ومهم انت تطلع الشيء اللي تاكل منه مثلا لليوم، مثلا هو هذا مو الا ربح هاي وشيء فلوس هوايه، لا بس انه هاي الشيء البسيط اللي نربحه منه يكفينا مثلا مصرف يوم يومين وهكذا. شكرا جزيلا شهد. من بين هذه الألوان الجميلة والأعمال اليدوية الكثيرة والجميلة بألوانها المختلفة الموجودة هنا، أنا عجبني هذا الكرسي الصغير، راح أخذه وربما راح يكون هدية من شهد إلي. هذه عودة لك زميلي علي الخالدي بالصوت والصورة. شكرا لمناف الموسوي على آخر مشاهد برنامج بتوقيت القشلة. نتمنى أن تزداد هذه المشاهد، لكن وقت الساعة